مساء الخير، مرحبا بكم معايا في لاشين يوتيوب بسمع ستي سونتي اي بوتي. ان شاء الله راكم لاباس وتكونوا بخير وتشرفوني في القناه تاعي وتشوفوا لي فيديو وتخليوا التعليق تاعكم. واللي دخلوا جدد مرحبا بكم تاني كيف كيف، وان شاء الله يكونوا عجبكم لي فيديو. واليوم جيتكم فيديو جديد واللي هو فيديو جد حساس جدا للبنات. وهذا المشكل كما راكم تشوفوا لي زاباري ديبيلاسيون اي اون بلوس لو روكس. كنت حابه نجيب لكم لاسير والانواع اللي كنت نستعملها ايتو، مي ما بقاوش عندي باسكو ما بقيتش نستعملهم لانه تخلصت من الشعر الزائد في الجسم بنسبه 90%. ما حش نقول لكم 100%، ما حش نقول لكم 99%، حوالي 90%. ومش هادو السبب اللي خلوني نتخلص من الشعر الزائد، لا، كاين حاجه واحده اخرى راح نحكيوا عليها في الفقرات الجايين. نبداو الان بالبروبليم تاع الشعر الزائد، لانه يقدر يكون عامل وراثي، يقدر يكون عامل هرمونات، كما يكون عامل ما نعرفوش كيفاش احنا نتخلصوا من الشعر الزائد. اولا العامل الوراثي، راح البنت راح تورث الشعر الزائد من الاب والام، يعني يجي في الجينات تاعها. دي البنات عندها هذاك الزغب ولا الشعر الزائد ولا كاين مرض واللي اسمه شعرانيه، ثاني كيف هذا ثاني يدخل في الشعر الزائد. عامل هرمون واللي هو عندنا هرمون الذكوره يكون تستوستيرون يكون عالي، يعني فايت الحد العادي تاعو. وتاني البرولاكتين واللي هو الحليب في الدم، تاني يكون طالع واللي يسبب الشعر الزائد. وتاني معلومة واحدة أخرى يسبب لنا تكيس المبايض. وتالتا للبنات اللي ما يعرفوش ينحيو الشعر الزائد، يلشقوا ديريكتومون للطريقة السهلة واللي صح هي سهلة وليه ليه، يعني ما كانش فيها الألم، واللي هي نزع الشعر الزائد بالشفرة، شفرة الحلاقة. أصعب حاجة وطريقة مش ملاحة خلاص، ويعني ما ننصحكمش بها. أولا ما هيش أنتوية، إحنا صح نستعملوا شفرة الحلاقة في حاجة واحدة أخرى واللي حنحكي عليها في الفترة الجاية، في الفقرة الجاية بليتو. شفرة الحلاقة حتفز لنا لابو، تخشلنا لابو، تكحلنا لابو، أوليو أوليو البلاصة تنوض فيها شعرة واحدة حينوضو زوز ثلاثة، يعني راح نزيدو من كمية الشعر تاعنا ونزيدو من الكثافة ونزيدو من اللون، يكون اللون أسود. لو مش يكون باغ اكزومبل واحدة عندها لون شعرها بني ولا أشقر فاتح، راح يكون الشعر تاعها اسود، يعني راح تزيد. واش حنقول لكم البنات، انا استعملت الوكس، استعملت لي زاباري ديبيلاسيون، عندي هادي راكم تشوفوا زيد لا مارك فيليبس، فوالا هاي البنات، يعني هادي حبيت نقول لكم راهي عندها اكثر من 10 سنين. هادي تاني كيف ملاحه، ايبيل داي تاني من اباري تري دوس. هادي الحق ما نكذبش عليكم البنات، كي كنت نستعملها ما كانتش توجعني، وكان تاني كان يطول الشعر باش ينوض لي، والحق تخلي لي لابو تاعي رطبه، يعني ما كانش تضرني ياسر. هادي العكس كانت تضر، هي تنحي الشعر من الجذور، ومام هذاك الزغب شعر رهيف تنحي، مي مش كيما هادي بلي دوس على هادي. مي توجور حتبقى طريقة نزع الشعر مؤلمة وعندها أضرار، تولي عندك لابو تاع جلد الإوز، جلد الدجاج، تولي لابو تاعك فيها دوك لي بوان لي بشعو فريمون. وديك أنا أديك الحاجة اللي فزدت لي لابو تاعي كي كنت نستعمل، باسكو كنت نستعمل دائما. الإنسانة ما نحبش يكون فيها شعر زائد بتاتا، يعني دائما النحي دائما هي داخله في النظافه بيان سور، مي مع الوقت لابو تاعك تتعب، انت تملي تعياي تكرهي. كنت نستعمل لاسير واللي هي رجينا، نخدمها في الدار بالقارص والسكر، كنت نخدمها الحق وتصلح لي. وهذيك تاني ملاحه تنحي لابو مورت ولابو تاعك تبيض،
مي توجور طريقه مؤلمه، لابو تاعك كيف كيف تزيد مع الوقت، الجلد تاعك يولي يترخف، جوغ لابو تاعك تطيح، سورتو اللي يستعملوا لاسيغ في الوجه ما ننصحهمش، راهي مضره مضره مضره. بعد 40 سنه راح يتبدل كومبليتمون، تتبدلو يعني، سورتو المرأة بعدها الى تزوجت وجابت الاولاد ايتو، ما حش تبقى دائما متحليه في راحها، حتلقى الاولاد والدار والراجل، المهم راح يجيوها عوائق ياسر 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 اللي ما يخليوهاش انها تتهلى في راحها. يعني بعد ما تكون استعملت هذا الشيء كل راح يرجع لها في عمر متاخر، واللي يكون عليها فات الاوان ما تقدرش تتهلى في راحها. وسي كما كم تشوفوا في الوكس، انا الوكس هذا ما نكذبش عليكم، جو سوي كونتر كونتر كونتر، مالغري مليح وكاين اللي فادهم. بالنسبه للبنات اللي عندهم هذاك الشعر خفيف خلاص خلاص يعني بريسك ما كانش، يقدر يفيدهم باسكو كي نحي وما ينوض. انا واحده من الناس كي نحي يقعد حتى شهر شهر ونص باش ينوض لي، وينوض لي اخف في الحق يعني. كانوا يفيدوني هاد الحوايج مي مش بالطريقه وبالنتيجه اللي حبيتها انا. يعني نتمنى من البنات يفهموني ويفهموا انا وش حابه، يعني تستعملي في اليدين في الرجلين في المناطق الحساسه، كل بلاصه راح تختلف الالم تاعها ويختلف الاضرار تاعها. انا يعني شخصيا كنت نحوس على طريقه اللي تكون اسهل واسرع واقل، يعني ما تكونش مؤلمه، ما كنتش نخمم على التكلفه باسكو كنت دائما نخمم على الحل النهائي. كما تعرفوا البنات كاين حاجه اسمها اللازيغ، اللازيغ كنت نشوفه حاجه بعيده باسكو كان المومون اللي كنت حابه نديرو انا ما كانش متوفر في بلادنا، صافي ديزاني كنت حابه نديرو، وحتى كي توفر ما توفرش في الولايه اللي راني نسكن فيها، توفر في العاصمه وفي ولايات اخرين، ما كنتش نقدر نديبلاسي باش نروح نديرو. بعد وكان الثمن تاعو باهت باهت جدا، يعني فريمون غالي غالي غالي، يعني انتو شعب الغير فريمون اللي عندهم المال مال كتير يعني يقدروا يستخدموه. انا واحده من الناس بعد البحث وكل شيء وكل شيء وعييت وتعبت من لي زاباري دوما اللي تشوفوا فيهم وعييت منهم فريمون فريمون فريمون، لقيت الحل والحل هذا فادني والحمد لله. ما جيت نحكي لكم على هذا السوجي غير انا جو سي فريمون انتريسي بالكوتي هذا وفريمون لقيت الحل، يعني الحمد لله. وما حبيتش نخبي عليكم وما حبيتش نقول انا المستفاده الوحيده من هذا الحل، راح تشوفوا معايا والحل كيفاش لقيته وشو الحاجه اللي ساعدتني، ونحكي لكم على الثمن والتفاصيل وحوايج ياسر. البنات بقاو معايا درك البنات، جيت للفقرة اللي في الفيديو اللي نستنى فيها وحابة نشاركها معكم، ومانيش حابة نبخل عليكم. بالنسبة لي هذا اكتشاف اكتشفته، ويعني الحمد لله قدرت نوصل نتيجة ملاحة ياسر، واللي هي نتخلص من الشعر بنسبة 90%. طبعا انتم ما قاعدين تخموا في حاجة اللي انا حنهضر عليها واللي هي اللازغ، نزع الشعر بطريقة الليزر. أول شيء اللازيغ كان نشوف فيه بعيد بعيد بعيد، لأنه ما كانش متوفر في بلادنا في الوقت اللي كنت أنا حابة نديره ونستعمله. وتاني البنات وش حنقول لكم، بلي اللازر يعني مفيد مش غير أنه ينحي يقضي على الشعر بنسبة 90%، هما كتبوا يعني في دليل الاستعمال يعني للآلة اللي شريتها أنايا اللي راح نوريها لكم، كتبوا باللي راكم تقدروا تتخلصوا من نسبة الشعر بنسبة 98%. أنا لا، أنا نقولهم من 85% ل 90%، يعني كي تستعملها ولازمك تواضبي على الاستعمال وكل شيء حتكون نتيجة جد 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 مرضية وتفرحكم خلاص. وتاني وش نحكي قبل ما نقدم هاد الآلة باش انتم تسمعوني وتفهموني مليح، تاني البنات كاين مشكل مع الليزر واللي هو يغير من لون البشرة، وكاين حوايج ياسر نقدر نحكيو عليهم في الفيديو. انا اليوم راح نقدم لكم الآلة وراح تشوفوها مليح، هادو خلاص ما بقيتش نستعملهم.
يعني ما بقيتش نشوف روحي انسانه نستعمل لي زاباري والووكس. بعد ما اكتشفت هذه الاله كما راكم تشوفوا فيها فوالا لا مارك تاعها فيليبس اسمها لوميا بريستيج. هذه اخر مصادر سي لا 4ème جينيراسيون تاع آلة الليزر الخاصة بماركة فيليبس. فوالا بنات ها هي حطوها البنات فيليبس لوميا بريستيج. هاد الآلة اللي نزع الليزر جد جد مفيدة والحمد لله أنا استعملتها وتخلصت من الشعر بنسبة 90%. يعني حتى لو كان يعاود ينود لي الشعر هو امبوسيبل ما راحش ينود لك الشعر، حينود لك بس خفيف محش يبان محش يقلقك، ما تكونيش محتاجة اصلا انك تنحيه، يعني قادرة تعيشي به عادي ونغمال لانه ما يبانش. فوائد هاد لاباري تقضي على الشعر، لابو تاعك تولي رطبة فريمون ليس، البروبليم تاع الدجاج يروح لك ما يبقاش عندك لي بوين هذوك يروحوا، تتخلصي من الشعر بنسبة 90% في الأماكن الكل، يعني يديك رجليك يعني في أي مكان عندك من عظمة الخد حتى الأصابع قدميك، المناطق الحساسة كل شيء تقدروا تتخلصوا عليه وتتخلصوا منه. وصلنا لنهاية الفيديو البنات، واللي كان فيديو توضيحي كيفية التخلص من الشعر بنسبة 90%. حكينا على ليزاباغي، حكينا على الووكس، حكينا على كل شيء، حكينا على الشفرة، حكينا على الحويج ياسر، وفي الأخير لقينا الحل النهائي لهاد المشكلة اللي راي البنات كل يعانيو منها. أنا وش نقول لكم البنات، إلا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، واللي راهم يشوفوا في الفيديو تاعي ماهمش مشتركين في القناة تفضلوا اشتركوا في القناة لأنه حيكون محتوى مليح ياسر ويعجبكم، وراح تستفادوا من عندي من أمور كتير كتيرة كتيرة. روحوا شوفوا لي فيديو اللي فاتوا إن شاء الله يعجبوكم. وتاني وش هنقولكم، الفيديو القادم إن شاء الله وش حيكون فيه شرح بالتفصيل لأي معلومة تخص هاد لاباري، كيفية الاستعمال، السعر، منين شريتها، كيفاش نستعملها، الأوقات قبل بعد وش نستعمل، كيفاش تحميو لابو تاعكم باش ما تكحالش، كيفاش تحميو لابو تاعكم باش تبقى دايما رطبة وتبقاو دايما تشعلو شعيل كيما هاد الضوء اللي راه داير باللاباري. تهلا في روحيكم البنات، ونحب نشوفكم في التعليقات واللايك، ونحب نعرف وش ارائكم وش تحبوا انا نقدم لكم كنصائح خاصين بالجمال ويعني الصحة. انا مبديناش نحكيو على الصحة، مي اي حاجة تخص عنوان القناة نتمنى منكم تطلبوها من عندي في لي كومونتير. تهلا في روحيكم البنات وفي الفيديو المقبل ان شاء الله. تشاو تشاو.